وين من اللي خلاه؟ خلاه يا علاوي. وينه؟ هو فراشين هم خلاهم من عندي وخلاهم. تعال علي، تعال علي، تعال. انت خليته؟ اي سيد. من اللي طاك يا عازف تخلينا؟ سيد امر الفوج. منو؟ قصدك المساعد؟ مساعد امر الفوج. هو خلاه؟ تعال يلا علي. اثنيناتكم يلا. فيكم في الجلطة. تعال علي. علي. يلا. وين البندقية؟ ما صيدي. قال ما صيدي. تحل تحل حبيبي. تحل. أنت عارف شو؟ أنا صفر. في مجال. أنا صفر. تحل. بيع عتاد أم منها؟ العتاد وين العتاد مالها؟ بيع عتاد. ما أعرف. ما أعرف. ايش قد رقمها؟ رقمها اقرا لي الرقم. ايش قد الرقم؟ اقرا لي الرقم. 19 ايه 725 وصفرين ذني. شنو نوعها؟ سيد بومبكش. نعم بومبكش. رفعت هذا بالجلطه؟ افتح لا طلع لي العتاد. لا راكو عتاد فتح الجلطه. طلع لي تحت 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 الجلطه. افتح الجلطه. فتك هاي الخراطي. خلينا خلينا افتحها قلبها. هذي يضبط المسدس. هذا مال من؟ مرة واحد احمد سيدي. شيله. طلعتها. طلعتها. شنو هاي؟ دور دور بعدك. هذا شيل المسدس. شو حبوية؟ الرقم مالته؟ اقرا لي الرقم. ايش قد رقمه؟ اقرا. 9-5-4. وين 9؟ العفو 3-5-4. 3-5-4. المخزن مالته؟ شوف هذا 25 سيدي. وطلقم البندقية. طلقم البندقية. وين البندقية؟ جد؟ 25 سيدي. 25 شنو؟ 25 طلاقة. مال شنو؟ مال مسدس كلوك. وهاي شنو اللخة؟ هاي طلقة مال البندقية. البندقية وين؟ لا ما ادري في بندقية. احنا ذن خليهم بالعلاقة. والله تمام. هاي اعزلها مال العتاد مال عزلها سيدي؟ اي اعزلها اعزلها على الصف. فاضل بخليهم بالسيارة. شنو الغرض؟ من هم الولد؟ الحماية مال. وين هم الحماية؟ وياهم. من هم؟ على المصعب وعبير. شو قلت هذا الحكي؟ الاول فاضل. بعد الحادثة. بعد انسحبنا من الواجب. انسحب. اي شنو الغرض؟ قالوا تعالوا وانا وياهم. هاي سايبه هسه خلنا نفتحها. زين قالوا ظني؟ صار المسدس منه؟ سيد ابو مرادة. هذا مالته الشخصي؟ اي سيد مالته الشخصي. لا تجاري؟ لا لا شخصي. طلب انا الغرض. البندقية وين؟ سيد مرفوع البندقية. الطلقة هاي مال البندقية. الله شاهد. غير بند الغرض. 143 طلاقة. 143 طلاقة. 143 طلاقة مال شنو؟ مال بومبكش. احسب لي طلاقة. نفس اللي ضرب بيهم بالساحة. فوز يا سيارة الكريم. باكيتات خليهن وياك. عين اطلاق الخرطوش. اثنين. خرطوش. اربعة. لا بس مو بمبك شغال صدقين يعني ايه قشارية صدقين ايه دابن داعش اطلاقا فريحة 0-7-2-5 فراس حمود رشي السيدي. شفت هاي الحالة هسه؟ نعم سيدي. مين طلع ذني؟ من سيارة عبد السيدي. وهذا يقول منو خالهم بيه؟ والله سيد هم جابوهن وخلوهن. هو كان انا بسيارة فراس وحولوهن بسيارتي. هذا احمد سيد. يا فراس. هو كان بسيارته باحه الباحه وجاب حطوهن بسيارته. سيارتك؟ اي سيدي هم ابو ترجان الزرقاء. طيب مجال بابا. سيارتك وين ابو ترجان؟ سيدي ما بعتها؟ انباعت سيدي. شو وقت بعتها؟ سيدي بارحه. بارحه بعتها؟ اول ما. اي هذا متهم وياهم. سيدي مو وياهم انا. بارحه كان سيارتك؟ مو البارحه سيدي لا لا. اول بارحه سيدي هم جابون حطوا حولوهم بسيارتي. اي قال تعال اذن قرار حطني بسيارتي. مودي. نعم سيدي. زين. انت طيلة الايام السابقة. بعد دولة عندك ثلاثة شهود. متهمين اثنين. اللي هم جابوا؟ كانوا بسيارتي. نعم وقبل سيارتك بسيارة من كانوا؟ ما كانوا سيدي. سيدي ما كانوا. البندقية قبل سيارتك؟ لا لا سيدي لا. ضربة جامعة تعال. ما موجودة سيدي. ما عندي. لحظة. كنت سيارتك بعتها؟
سيدي بعت سيارتي قبل اسبوع قال له علي من اللي حاطني بسيارتك؟ ليش حطيت بسيارتك؟ ما حاطني سيدي علاوي جاب ننزل اخذ لي البيت زين. فراس باع سيارته اول بارحه فراس باع سيارته وين ودي ذني؟ قال حولوهن بالسياره هاي.